للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال له أخبرني عن أبي بكر، يعني ما رأيك في أبي بكر الصديق؟ قال أخبرني عن أبي بكر. فقال له علي بن الحسين عن الصديق تسأل؟ يعني أو أبو بكر آخر؟ قال عن الصديق تسأل؟ استغرب. قال وتسميه الصديق؟ لأنهم كانوا يظنون أن آل البيت يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن الصديق تسأل؟ قال أو تسميه الصديق؟ قال ثكلتك أمك، قد سماه صديقا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار، فمن لم يسمه صديقا فلا صدق الله له قوله. وسأله رجل عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار علي بن الحسين إلى قبر النبي وقبر أبي بكر وعمر، لأنهم مدفونان معا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بمنزلتهما منه الآن. كيف منزلتهما الآن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. قال بمنزلتهما منه الآن. وجاءه رجل يوما فتكلم في المهاجرين والأنصار، أخطأ في حق المهاجرين والأنصار، فقال له علي بن الحسين يا أخي إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون، هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل لا، هؤلاء المهاجرون. قال فإن الله تبارك وتعالى قال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل لا، هؤلاء الأنصار. قال فإن الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هل أنت من هؤلاء؟ قال أرجو ذلك. قال لا والله لست من هؤلاء، من لم يحب هؤلاء وهؤلاء يعني المهاجرين والأنصار فليس من هؤلاء أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون من أولئك. أيها الإخوة المشاهدون، لا يمكن أن تجتمع كلمة المسلمين وأن يتوحد المسلمون إذا كانوا يبغضون آل البيت أو يبغضون الصحابة، هم رموز الأمة، لا بد أن نحترم رموزنا. وأنا متفائل جدا من مجريات هذه اللقاءات بحمد الله تعالى، لأننا وصلنا إلى طريق ونحن ننظف طريق الوحدة الإسلامية من هذه الروايات المكذوبة والموضوعة التي إلى الآن لم نجد لها سندا واحدا صحيحا،
وحلمي والله أيها الإخوة المشاهدون أن يصافح السني الشيعي وليس بينهما حقد على بعض، يكونون إخوانا متحابين في الدنيا وإخوانا متحابين في الآخرة، ولن تجتمع كلمتنا إلا بحب الصحابة وآل البيت. نعود إلى قضية مظلومية الزهراء. الدكتور محمد الهاشمي قرأ علينا قبل ليالي كلام فارس حسون وهو مدير مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب السيد علي السيستاني الذي قال فيه عبارة خطيرة جدا، وهي الحقيقة أن قضية الزهراء سلام الله عليها أساس مذهبنا، ومذهب الطائفة الإمامية العشرية بلا قضية الزهراء مظلومة الزهراء يذهب ويبقى ولا يكون فرق بينه وبين المذهب المقابل. المشكلة في هذه القضية أيها الأخوة أن مشكلة تعتبر هي أساس المذهب، يعني أساس المذهب يقوم على مشكلة وعلى قضية يعني مفبركة، هذا أولا. ثانيا إذا أتينا إلى هذه المشكلة وجدنا أنه لا يوجد دليل واحد صحيح مسند يثبت هذه القضية، فكيف أيها الإخوة المسلمون المشاهدون كيف يمكن أن يقوم مذهب أساسه بقضية مفبركة لا أساس لها من الصحة؟ وقد قلت بالأمس وأقول وأكرر وكرر الدكتور نفس العبارة، نريد أيها الإخوة رواية واحدة صحيحة مسندة في هذه القضية ونبدأ نبحث هذه القضية من جديد. هل سؤالي ومطلبنا صعب؟ يعني كل هذه الروايات التي ذكرت كلها لا غير صحيحة، يقولون أن مذهبهم قائم على اتباع كلام المعصوم. المعصوم عند الشيعة يقصدون به الإمام علي بن أبي طالب وبنيه ثم أحفاده إلى الإمام الثاني عشر. طيب هذه القضية أين كلام المعصوم فيها؟ كلام المعصوم باعتراف الشيعة غير موجود، لا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تكلم في هذه القضية ولا فاطمة الزهراء رضي الله عنها التي هي صاحبة الشأن الأول لم تتكلم في هذه القضية. فالشيعة الآن أمام قضيتين، إما أن يقولوا أنهم تكلموا، أن المعصومين تكلموا، بالتالي عليه من يأتوا بالدليل ولا دليل وقد أقروا بذلك، وإما أن يقروا أن المعصومين لم يتكلموا، بالتالي يعترفون أيضا بأنهم لم يتبعوا المعصومين في هذه القضية لأن المعصوم سكت وهم لم يسكتوا. ثم من هما في هذه القضية اتبعوا من؟ إذا المعصوم لم يتكلم وهم يتكلمون، إذن هما لم يتبعوا المعصومين هم اتبعوا أشخاص غير معصومين، بالتالي خالف المذهب. ما زلت أقول لا رضي الله عن من ظلم جدتي الزهراء رضي الله عنها، لا رضي الله عن من ظلم الزهراء، ولكن نقول في عصر الخلافة الراشدة في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كانت الزهراء رضي الله عنها معززة مكرمة، هذا كلام بإجماع أهل السنة والجماعة، وحتى المعتدلين من علماء الشيعة يقولون بهذا الكلام. هذا كلام المرجع الشيعي المعاصر محمد حسين فضل الله يقول كانت بالحرف الواحد الزهراء كانت تحتفظ بقيمتها في المجتمع المسلم حتى من كبار الصحابة، فيا أيها القزويني ويا أيها الجناحي خذها من صاحبك. هذا متى ظهر ظلم الزهراء؟ ظهر ظلم الزهراء أيها الأخوة في القرن الرابع الهجري على لسان الكذابين والوضاعين الذين فبركوا ووضعوا هذه الروايات المكذوبة. بالتالي نجد أن هؤلاء ظلموا الزهراء بعدة أمور، أولا طعنوا في زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن علي بن أبي طالب أشجع الشجعان وفتى الفتيان، يكفيه فخرا أيها الأخوة أن يأتي يوم القيامة الناس بأعمالهم وذنوبهم ويأتي علي بن أبي طالب ببطاقة، هذه البطاقة أيها الأخوة كتب عليها أن علي بن أبي طالب الله تعالى يحبه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والله يكفيه شرفا وفخرا أن يخرج من الدنيا بلا إمامة لكنه يخرج بهذه البطاقة أن الله ورسوله يحبان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونحن ندين الله تعالى بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هل هذا الرجل الشجاع والذي كانت له مواقف البطولية وكان من مكسب هذه البطاقة موقفه في يوم خيبر، كيف كان موقفه البطولي؟ هذا لا يستطيع أن يدافع عن عرضه عن زوجته فاطمة الزهراء، هذا أيها الأخوة إلزام عقلي، لا بد أن يلتزم هذا الموضوع بذاك، لا يمكن أن ينفك عنه. إذا قلتم بهذه الرواية فهذا يعني أن علي بن أبي طالب جبان والعياذ بالله، وهذا لو حصل هذا الكلام لكان أيها الأخوة هذا مدخل للخوارج،
لقال الخوارج لعلي بن أبي طالب: أنت يا علي لم تستطع أن تدافع عن عرضك، فكيف تدافع عن أعراض المسلمين؟ أنت يا علي لا تصلح للخلافة، أنت لم تستطع أن تدافع عن بيتك، فكيف تدافع عن بيوت المسلمين؟ لكان هذا إلزام الخوارج لعلي بن أبي طالب. أنت يا علي لقد بعت عرض فاطمة بثمن بخس عندما زوجت ابنتك لعمر. ما يمكن أيها الأخوة، هذا يعني كلها قضايا عقلية، لا يمكن حتى العاقل المجرد غير متدين يقول بهذا الكلام. ثم أيها الأخوة، طعنوا في جد أحفاد فاطمة رضي الله عنها. جعفر الصادق أيها الأخوة معروف جد من جهة أبيه علي بن أبي طالب. كثير من المسلمين لا يعلمون أن جعفر الصادق من طرف أمه جده أبو بكر الصديق، أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. جعفر الصادق أيها الأخوة الشخصية العظيمة التي تنتسب إليه الشيعة فيقول نحن جعفرية، جمع بين نسبين، النسب العلوي والنسب البكري، حتى قالوا عنه علماء الشيعة، مؤرخ الشيعة قالوا عنه بأنه عمود الشرف، لأن هذا النسب لم يجتمع إلا لجعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه، وكل أبنائه موسى الكاظم علي رضا إلى الحسن العسكري كلهم أحفاد أبي بكر الصديق. بالله عليكم عقلا أيها الأخوة، لو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي أشرف على مقتل زهراء وإسقاط جنينها، هل يشرفه الله تعالى بهذا النسب؟ أين حكمة الله تعالى؟ الله تعالى لما عاداه أبو جهل وأبو لهب، الله تعالى أراه مصارعهم في بدر وفي قلب بدر، هذا انتقام الله تعالى، هذا جزاء الأولياء. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى يشرف أبو بكر الصديق أن يدفن بجنب والد فاطمة الزهراء، هذا تشريف أم غير تشريف؟ أن يكون أبو بكر الصديق هو جد الأئمة، أليس هذا بتشريف؟ كيف يشرف الله تعالى عدو أهل البيت بهذا الشرف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين طعنوا في فاطمة طعنوا في صهرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا الآن أقر وأعترف بالنظر إلى الأدلة أن فعلا عمر طارق دار فاطمة. أيها الأخوة، عمر طارق دار فاطمة، لكن لا ليضربها ولا ليسقط جنينها ولا ليلطمها، طارق دارها ليخطب ابنتها أم كلثوم. وانظر إلى الفاروق يطرق دارها شوقا إلى النسب الذي لا يغلبه، فرحت به الكلثوم زوجا طاهرا والطيبات لهن بر طيب. هذا كلام الله، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، حديث متفق عند السنة والشيعة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هكذا طرق عمر باب ودار فاطمة فزوجه علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم، لأن الطيب للطيب. وأنجب زيد بن عمر، وهذا زيد جمع بين نسبين، النسب العلوي والنسب العمري، وكان يدخل زيد بن عمر على الناس فيقول: أنا ابن الخليفتين، أنا ابن الخليفتين، شرفه الله تعالى. عمر هو الذي يعني يمارس هذه الجريمة ثم يشرفه الله تعالى بأن يكون صهر فاطمة. هذه ليست حكمة الله تعالى، إلا أن نقول أن هذه الروايات مفبركة مكذوبة.